بصوا بقى، تعالوا نروح لبنوتة رائعة، رائعة في كل شيء ورائعة في الرياضة. دي آية أيمن سبحتنا العالمية. آية أيمن عباس خدت الميدالية البرونزية فين بقى؟ في منافسات بطولة العالم للكبار للسباحة البارا أولمبيك أو البارا أولمبية. البطولة كانت في البرتغال. آية حققت ثلاث أرقام جديدة، تاتش وود ما شاء الله، وحصلت على المركز السابع في سباق 100 متر حرة، والمركز السادس سباق 400 متر حرة. آية بنفسها وبذات شخصها معانا على التليفون. ازيك يا آية؟ ازي حضرتك؟ عاملة ايه يا كابتن الكباتن؟ انا تمام الحمد لله زي الفل. يا مفرحانا ومهيصانا ورفع راسنا في السماء. ربنا يخليك والله. والله بجد ده انت حاجة تفرح. وبعدين خلي بالك انا دايما منحاز للسباحين ولعيبة كرة المية. ده شيء يشرفني والله. لا ده انا منحاز جدا، ده احنا اللي كنا متشرفين بيك يا آية. احكي لي بقى عملت ايه في البرتغال؟ كانت بطولة صعبة قوي قوي. ليه؟ الجدول انا نازلة اربع سباقات. اوكي. كل يوم صبح بعد الظهر، يعني بنزل تغطية والفاينل بتاعها باللي بتأهل الحمد لله للفاينل. الحمد لله. حلو. ده هلاك. ويوم ال 400 انا لعبت 400 الصبح و400 بعد الظهر، وثاني يوم كان عندي 50 الصبح وال 100 وبعد كده فاينل 50 ثاني بعد الظهر. ثلاث سباقات في يوم. السباق بالفاينل بتاعه. اوكي زائد الفاينل، ادي اربعه. يعني فكان بالذات اليوم بتاع الميدالية ده كان قبلها بيوم، كان فيه ال 400 كان صبح بعد الظهر و400 سباق تحمل ثقيل قوي، كان سباق فعلا منخم في الملعب على الرابع مش السادس كمان. كان الموضوع ثقيل قوي. اكيد اكيد اللي انت بتقوليه ده كتير كتير جدا يعني. بس كانت بطوله ممتعه بس انا انبسطت فيها بصراحه. ايه اكتر حاجه ببساطتك في البطوله دي؟ ايه بس بصراحه انا الحمد لله مبسوطه ان انا حضرت ارقامي كلها الحمد لله. مبسوطه ان انا يعني بعد كمان الاولمبيك بعد فتره كورونا كسرت ارقامي. حلو ما شاء الله. مبسوطه بالميداليه قوي قوي، لان الميداليه انا فرق بيني وبين كنت بلعب انا والرابع والخامس. كنت لسه هسالك الفرق قد ايه في التوقيت؟ ثانيه الفينش. معلش دي حظوظ بقى. معلش هتتعوض، اصل اللي جايه مش هتبقى فضه، اللي جايه ذهب ان شاء الله. يعني انا يعني حضرتك قصدك على فرق بيني وبين الثاني؟ فرق بيني وبين الثاني ثانيتين. فرق بين الرابع والخامس، جايبين جايبين نفس الرقم فرق اجزاء. اوكي. فرق بينك وبيني ثانيه، فاحنا الثلاثه كنا بنلعب على الميدالية على الثالث. صحيح. البطوله اللي جايه امتى يا ايه؟ هتبقى بطوله ايه؟ كمان نعم، البطولات اللي جايه هتبقى يعني عندك بطولات جايه امتى؟ بطولات كاس العالم اللي هي مؤهله لباريس ان شاء الله، تاهيل لباريس باذن الله. هتبقى فين؟ بص هو احنا عندنا بطوله العالم السنه الجايه في مدريد. تقريبا عندنا بولندا في اخر السنه، بس هو اللي انا متاكده منها ان شاء الله مدريد السنه الجايه. مش عارف انا ليه حاسس ان بطوله بولندا دي ممكن تتاجل او تتنقل من بولندا عشان الحرب والحاجات اللي زي كده، اعتقد كده عندي احساس يعني. مش عارف اصل بيبقى في كذا بطوله نازله بيأكدوا يعني على حسب الظروف اللي والله مش احنا مستعدين جدا الحمد لله. تطلع بقى في بولندا، تطلع في الصين، تطلع في كولومبيا، احنا جاهزين الحمد لله. الحمد لله. بقى احنا المره الجايه هنجيب ذهب ان شاء الله. والله انا اكتر حاجه ثالث ميداليه عالميه ليا، يعني انا جبت بطولة العالم في 2017 جبت فضة وجبت برونز ما شاء الله. بطولة واحدة الحمد لله، كنت أول سباحة في مصر أصلا طبعا عارف في بطولة عالم ما شاء الله. عندنا منافسة في التصنيفات بتاعتنا صعبة يعني أنا مبسوطة بيها عامة. قدها وقدود يا آية، قدها وقدود. قدها وقدود. احنا بنشكرك جدا انك معانا دلوقتي على التليفون، وبنهنيكي وبنتمنى لك ان كل اللي جاي هيبقى ذهب، وهتفضلي رافعة راسنا طول الوقت يا آية. ان شاء الله باذن الله. وانا شكرا جدا على الرحله دي. ده احنا اللي شكرا.
حضرتك. ده احنا اللي شكرا على انجازك وعلى بطولتك وعلى روحك، ربنا يخليك يا آية. الف 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 شكر ليكي، كل الشكر لبنتنا آية ايمن عباس بطلة السباحة البارا اولمبية المصرية الرائعة.